بسم الله الرحمن الرحيم. أقوال حول الأنس عن أهل البيت عليهم السلام. روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الجاهل يستوحش مما يأنس به الحكيم. وقال عليه السلام: لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الأنس في ثلاث، في الزوجة الموافقة، والولد البار، والصديق المصافي. وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: الأنس يذهب المهابة. وجاء عنه عليه السلام: الاسترسال بالأنس يذهب المهابة. فصل جديد في الأنس بالله. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه الله عز وجل بغير أنيس، وأعانه بغير مال. وجاء عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مناجاته: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك، إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك. وجاء عنه عليه السلام: ثمرة الأنس بالله الاستيحاش من الناس. وقال عليه السلام: كيف يأنس بالله من لا يستوحش من الخلق؟ وقال عليه السلام: من انفرد عن الناس أنس بالله سبحانه. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما من مؤمن إلا وقد جعل الله له من إيمانه أنسا يسكن إليه، حتى لو كان على قلة جبل لم يستوحش. وقال عليه السلام: آه على قلوب حشيت نورا، وإنما كانت الدنيا عندهم بمنزلة الشجاع الأرقم والعدو الأعجم، أنسوا بالله واستوحشوا مما به استأنس المترفون. وروي عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: من أنس بالله استوحش من الناس. وقال عليه السلام: علامة الأنس بالله الوحشة من الناس.